جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: بعض المجتمعات يكثر فيها الفساد، وأينما اتجه الإنسان وقعت عيناه على الحرام، فما السبيل إلى تجنب هذه النظرات؟ جزاكم الله خيرا. السبيل هو الامتناع من السفر إلى هذه البلاد التي فيها فساد الأخلاق وضياع الأخلاق، فلا يسافر الإنسان إليها إلا لضرورة وحاجة لا بد منها، مع التمسك بدينه وإظهار دينه، ومع تجنب مواطن الشر ومواطن الفتنة وتوقي هذه الأخطار. فالسفر إلى البلاد الإباحية خطره عظيم وشره كبير، فلا يجوز السفر إلى هذه البلاد إلا بشروط واحتياطات، وعلى المسلم أن يحافظ على دينه وعلى عرضه وعلى كرامته، ولا يعرض نفسه ودينه وعرضه للخطر السفر إلى هذه البلاد من باب التقليد الأعمى أو من باب إعطاء النفس شهواتها ورغباتها من غير مراعاة لأمور الدين وأمور العرض وأمور الكرامة.